في السيد رئيس المجلس الولائي، السادة والسيدات الأمراء، السادة والسيدات رؤساء الطوارئ، السادة والسيدات أعضاء المجلس الشعبي الموقر، أسرة الإعلام، أيها الجمع الكريم، أعضاء البرلمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة نزولا لدى طلبي السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والذي طلب مني يوم أمس واليوم صباحا بأن أختم بكلمة مختصرة مع دعاء. وفي الحقيقة نحن قد التقينا في هذه الجلسة الختامية لسلسلة جلسات المجلس الشعبي الولائي في هذه العهد المباركة تحت رئاسة السيد الفاضل أحمد العراس، والذي عرفنا عنه خلال هذه العهدة حسن التصرف والتدبير والحكمة في التعامل، ومن حيث الإدارة والتسيير فقد حافظ على الجو الأخوي بين الهيئة المنتخبة وأعضاء الجهاز التنفيذي، كما أن المجلس بأعضائه أعطى الصورة المشرفة والصورة المضيئة والصورة المشرقة لولايتنا الكريمة، وجسد كل معاني وسمات التقدير والاحترام بين جميع الهيئات والوكالة المنتخبة، وهذا من خلال هذه النقاشات التي دارت خلال هذه العهدة المباركة، والتي لم تخرج في الحقيقة عن إطارها الوطني وعن جوها الأخوي، بل كانت مفعمة بالروح الوطنية، بل سادها الاحترام والتعاون وتضافر الجهود، لأنه مهما اختلفت الرؤى والمفاهيم والأطروحات وبلغت قوة الطرح، فإن هدفنا وغايتنا هي واحدة، هي خدمة الوطن وخدمة رسالة الشهداء وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بنوعية الخدمات الجليلة المقدمة للمواطن. كما أن هذه النقاشات التي دارت خلال هذه المدة في الحقيقة كانت كلها تصب أو جعلت كلها مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية وفوق كل الحسابات الضيقة، كما أن هذا التنسيق قد شمل جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والدينية، هذا من كمال شأنه أن يرسخ قيم التواصل بين الأجيال ويعزز اللحمة الوطنية والرابطة الأخوية بين أفراد المجتمع. ولا أطيل عليكم في هذه الفرصة السامحة أن أتوجه للسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي بتشكراتنا الخالصة، وإلى كل الأعضاء السادة والسيدات الذين كرسوا أوقاتهم خلال هذه العودة من أجل تحقيق التنمية في هذه الولاية، كما نتوجه بتشكراتنا للسادة المدراء والسادة رؤساء الدوائر في الحقيقة الذين لامسوا منكم وقد لمستم منهم كل معاني الوفاء والإخلاص والمحبة والصدق والتقية والتفاني في خدمة الوطن، كما نسأل الله سبحانه وتعالى السيد ولي الولاية وسيد الأمين العام للولاية، نتمنى لكم التوفيق والسداد، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكمل جهودهما بمزيد من النجاح، ولا ننسى العيون الصاهرة على هذا الوطن من السلطات الأمنية والعسكرية، أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى تاجا على هذا الوطن، وأن يكمل جهودهم بالنجاح والتوفيق والسداد. نسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يقوي شوكتنا وأن يعلي رايتنا وأن يصلح اقتصادنا وأن يصلح أحوالنا وأوضاعنا وأخلاقنا، وأن يرحم شهداءنا وأن يمن بموفور
الصحة والعافية على فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله ورعاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.